عمر سيد يتمتع بعمق إنساني رائع. أسمع بعض الانتقادات في شخصه ويؤلمني ذلك، فالكثير من المقربين من عمر يعرفون من هو هذا الرجل، ويعلمون أن محاسنه كثيرة وعطفه على الضعفاء كبير جدا. ولن أذكر هذه الأمور هنا لأنني لا أدري إن كان عمر سيوافق أم لا، لكني أؤكد بأن عمر تحمل الكثير كي تنجح الغوانة في مسارها. لقد كان بمثابة الأب الذي يقوم بكل الإجراءات وتهيئ الأجواء لتبدع ما أبدعته وتصل إلى ما وصلت إليه من مكانه، إن داخل المغرب أو خارجه. لعقود كان عمر رفيقا بي ويفهمني ويعطف علي. أذكر مرة قبل 20 سنة كنت في الدار البيضاء وعلمت بأن الغيوان ستحيي حفلا بالحي المحمدي، فسارعت إلى هناك لأحضر الحفل. غالبا في الدار البيضاء كنت أحضر حفلات الغيوان وأغادر مباشرة إلى الرباط دون أن أرى أفرادها. رمقني عمر من بعيد فأوصى صديقنا مصطفى الغباري بأن لا أغادر إلى الرباط قبل أن يراني عمر، لأنه أرادني في أمر ما. عندما انتهى الحفل جاء عمر سيد عندي وطلب مني أن أترك سيارتي مركونة حيث هي وأن أرافقه في سيارته. سألته أجدك شاب عمر؟ فرد علي بغيتك. أخذنا نتبادل الحديث والضحك، فلا يمكن أن تكون مع عمر ولا تضحك. أخذتنا الطريق إلى الوجهة التي أراد، ثم توقف وطلب مني النزول، فإذا بنا أمام مطعم فخم دخلناه وجلسنا في مكان مريح. الكل يسلم ويعانق عمر. نادى النادل وقال له أعطل هذا أي حاجة بغاها. أكلت جيدا واستمتعت بعشائي وأنا أتابع قفشات أبا عمر. لما انتهينا دفع حساب الفاتورة وقال لي هيا نذهب إلى حال سبيلنا. تعجبت وسألته لقد قلت لي أنك تريدني في أمر ما، فرد علي لا شيء، بغيتك هذا هو الغرض، بغيتك تعيش معايا ونخلص عليك. هذا هو أبا عمر الذي يعرفه كل من اقترب من ناس الغوان، لذلك يحبونه ويحترمونه لأنه دائما بجانبهم. وعن ذكر الحب، حكى لي صديقي العزيز الفنان عزيز شامخ حكاية تستحق الانتباه. وعلى ذكر الشامخ فقد كان عمر شديد الإعجاب بفنيته، فقال الشامخ أنه كان ذات مرة في السبعينات على متن سيارته 127 127 مرا بالليل من الطريق الرابطة بين أجدير ودشيرة، وشاهد شخصا يلوح في الطريق بيديه يريد من يوصله إلى منزله، فما كان من عزيز إلا أن أوقف سيارته ومن باب الاحتياط فتح له الباب كي يجلس في المكان الخلفي. بعد مرور وقت قصير بعدما لاحظ أن عزيز قد استأنس بالطريق استل سكينه ووضعه على عنق الشامخ بطريقة عنيفة تسببت له في جروح خفيفة على مستوى العنق، وأمره بأن يمده بكل ما يملك في تلك اللحظة بدءا بساعة ثمينة كان يضعها في يده مرورا إلى المال الذي في جيبه. ولما بدأ يمده بما يريد التفت نحوه، كان هناك تشابه كبير بين عمر سيد وعزيز شامخ كما يعلم ذلك الجميع. اللص تفرس في وجه عمر وفتح الباب وأطلق سيقانه للريح. عمر سيد يمكن اعتباره عراب الأغنية الغيوانية نظرا لما يتميز به من تحمل وبعد نظر. رغم الضغوطات والمطبات تجده هو الذي يبحث عن الحلول، لأنه مسير ليس كباقي المسيرين، فهو يعرف كل صغيرة وكبيرة عن أعضاء مجموعته، ويعلم جيدا أنه يرأس فرقة
تضم معلمين كبار مزاجيين لا يسهل ترويضهم، يمتلكون حاسة الحدس كان دارسا لنفسياتهم، يعرف متى يطرح لهم هذا القرار أو تلك الفكرة حتى يقتنعوا أنها في صالح المجموعة والأعمال التي تقدمها. في 26 أكتوبر على ما أذكر توفي بوجميع مؤسس الحركة الغوانية وأبرز عنصر داخلها، أذاع تلفزيون خبر بعد يومين من وفاته. عمر سيد كان أقرب المقربين من بين أعضاء المجموعة لبوجميع، وكان تجمعهما علاقة ود صادقة حتى قبل الانخراط في ناس الغوان. سألت مرة عمر عن بوجميع وعن موته المفاجئ والعلاقة التي تجمع بينهما، حكى لي عمر طريقة عجيبة، فقال بأن اليوم الذي توفي فيه بوجميع ذهبت إلى النادي الذي كنا نملكه وكان يقطن فيه بوجميع وتأكدت من موته، فقررت العودة إلى المنزل لإحضار بعض النقود التي سنكون في حاجة إليها خلال المأتم. وأنا أهم بركوب السيارة لاحظت أحد أبناء الحي الذي كان متأثرا بهذه الفاجعة، فدموعه لم تتوقف، وكذلك نواحه وهمهماته الحزينة على الرجل، فطلبت منه مرافقتي، وعلى طول الطريق كان يبكي وينتحب. ولما وصلت للمنزل أخذت مبلغ 1500 درهم وضعتها في جيب جاكيت ووضعتها في المقعد الخلفي للسيارة، وأخذت الطريق صوب الحي المحمدي من جديد على نغمات نحيب مرافقي، إلى أن يكرر أيضا جملة مسكين غير خدوني قبل أن يعاود البكاء من جديد. توقفت قبل الوصول إلى منزل بوجميع عند أحد البقالة لأشتري بعض المستلزمات. لما عدت إلى السيارة وجدت مرافق المضيوم قد فر بالمال والجاكيت، فقلت في نفسي ما قال غير خدوني حتى غير خدوني. فالحكايات مع عمر لا تنتهي، ويمتزج فيها الجد بالهزل، فهو رجل لا يحب الدراما كثيرا رغم أنه منغمس فيها. فلا ننسى أن الرجل طيلة أكثر من 30 سنة وهو يرى فلذة كبده سهام تذبل أمامه، إلى أن اختارها الرفيق الأعلى لجواره. ومنذ ذلك كان يتحمل جنون أصدقائه كل الضغط المستهدف للغوان، كان يعالج هذه الأمور بالبسط والنكتة. أصر لي أنه كان يحب أن يجالس والدة بوجميع، فهي امرأة ورعة وممتعة في حكيها وحديثها، وهي حكت لابنها بوجميع ولعمر قصة العبد الذي تغنت به المجموعة في أغنية ناديانا وأغنية يوم ملقاك. وقال لي عمر لذلك هو يحب هذه الأغنية كثيرا. فالقصة تقول إن عبدا كان يعيش مع إحدى الأسر الميسورة في قرية من قرى الجنوب، وذات مرة خرج ولم يعد، وبعد مرور 40 سنة جاءه الحنين للقرية ولتلك العائلة ورجع هناك، لكن صدمته كانت كبيرة إذ وجد منزل الأسرة تحول إلى خراب وأصبح عبارة عن أطلال بعدما هجرته العائلة التي احتضنته وآوته. فبدأ يصيح أنا يا الحيث بكي، أنا وفين ماليك، أنا اللي كانوا فيك، الله عليك يا مزينة أم ليها رحلين. وفهمت أن عمر مثل ذلك الرجل يبحث عن شيء غائب لم يجده إلى يومنا هذا، ولم أسأله عن ذلك حتى الساعة. ومن بين الطرائف التي سمعتها على لسانه أيضا أن شخصا كان يترقبه في أماكن متعددة حتى أمام بيته، وعندما يظهر عمر السيد يصيح مترقبه من بعيد وعمر بوجميع غاضب عليكم. وفي كل مرة كان يعيد الكرة، عادة عمر لا يستفز، لكن مترقبه نسي أن عمر ابن الحي وله في الحيحة باع عندما كان صغيرا. صاحبنا لم يتورع حتى أضحى الأمر مائعا. ذات مرة كان عمر بإحدى المقاهي وسط المدينة، فدخل ذلك الشخص ليستفزه أكثر،
وأخذ يصيح بنفس العبارة لينفذ صبر عمر، فنهض وطرحه أرضا وأخذ يبطنه، فأخذ الرجل يصيح أنا متايب الله بعمر. ومنذ تلك العلقة توقف الرجل عن إزعاجه، لكن الأمر الذي لم يفهمه عمر إلى حدود الآن أن المكان الذي وقع فيه العراك كان نقيا ومبلطا وراقيا، ولما أخذ هو في ضرب الرجل ظهرت زوبعة من الغبار العجاج، أمر لم أجد له أي تفسير إلى الآن وما زال يحيرني. يقول عمر: